السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي الدولاب ده يا جماعة، كل ما افتح الضرفة اجيب حاجة يروح قافل عليا، افتح يقفل عليا زي ما انتوا شايفين كده، يوبا يقفل وانا بجيب حاجة من جوه. والدولاب ده فيه شوية كراكيب، نفتحه تاني هيروح قافل تاني. نفسي اركب له حاجة اثبته بيها، حاجة بسيطة كده، مش عايز وجع دماغ، عايز اعمل حاجة خشب كده وانا على الواقف اشتغلها على الجنب. طبعا المفصلة دي هتخليه مقفول، انما مش هتثبته وهو مفتوح. طب نعمل ايه في الموضوع ده؟ هوت خلينا نشوف. عندي حتة الخشب المدورة ديت، خلينا نعمل لها حاجة كده، خلينا نشوف من غير كلام كتير. كم حتة خشب كده ملهمش لازمة نجيبهم ونشتغل بيهم. وبكده في خلال نص ساعة يكون عندك ترباس. عايز توقفه الحركة دي عشان يقفل، ممكن بعد كده نزله الطريقة دهيت. وقف، عايز تقفل الدولاب. طبعا يا جماعه الفكره دي ما تعملوهاش جوه البيت، دي عشان حديقه، عشان ورشه، عشان حاجات زي كده، عشان يبقى شكلها، وممكن بقى تفنشها زي ما انت عايز. المهم انا كنت عملت واحده قبل كده ودي اللي ادتني الفكره للدولاب، فتنفع برضو للنجيله. خليني اوريكم كنت عامل ايه. برضو نفس الفكره، نفس الحكايه، كان بيقفل على طول، فقررت ان انا اعمل له الحركه دهيت، بيقفل بالطريقه دهيت لو البلاط في مكان الحاجة تنزل فيه وتقفل فيه. اتمنى ان الافكار البسيطة ده هي تكون نفعت اي حد. شوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.